طب انت هتخلص كده من غير ما اي حاجه؟ لا طبعا، قول كل حاجه. عايز اقول لك، عايز حاجه من حاجاتك. بص انا الحاجات اللي بتعدي. انا كنت اتكلمت على الكابتن سامي قمصان في مره معاك وقلت لك ان هو مش هيكمل. لا هنمد بقى، ده قال كده. لا انا عايزك تتابع، وانت طبعا اكيد مش محتاج اقول لك، شوف الكابتن سامي قمصان دوره مش عاجبني. انا كواحد بتابع وبشوف مباريات كتير، دور كابتن اسامه مصطفى مش ده. مش انا اللي اقعد ادور على لعيب عشان اديله تعليمات، انا راجل المفروض مدرب عام بكمل دور المدير الفني لما يقع. محتاج يعيد سامه مصطفى حساباته مع نفسه. سامه مصطفى مدير فني ممكن يبقى من الناس اللي تقدر تغير كتير في كره القدم، لانه كان عنده تجربه قبل كده مع نادي حرس الحدود. مفيش ضغوط، انا ما بعملش ضغوط على حد. انا بقول ان مش ده دور اسامه مصان. اسامه مصان اكبر من ان هو يوصل في كده. اسامه مصان مدرب محتاج يخوض تجربه اكبر علشان يبقى عنده فرصه ان هو يكون موجود كمان في طبعا المنتخب. اكبر على المستوى المهني. لا انا هتكلم على مستوى مدير فني. لا في النادي الاهلي. لا النادي الاهلي طبعا. طبعا انا بس انا بوضح الكلام عشان ايه لك، هو يروح فين اكبر من الاهلي؟ لا مش بتكلم. بص يعني طبعا تقصد على مستوى هو التايتل مستوى كمدير فني، اللي هو خلاص يحط نفسه في مكان المدير الفني، يستمر كمدير فني، يتنقل ما بين الانديه، يخوض تجارب زي مدربين كتير، زي علي ماهر، زي احمد كشري، زي عبد الحميد بندهولي. في حاجه حلوه تاني معانا؟ حاجه عظيمه تاني ولا كده؟ حلو كده المره الجايه.